الفنان الجميل ايهاب فهمي، الف مبروك على افتتاح المسرح الكوميدي النهارده. ميرسي، الله يبارك في عمر حضرتك. ميرسي. كلمنا النهارده عن الفكره الجديده اللي افتتحت بيها والاستعراض والعرض اللي بدات بيه النهارده. انا اعتقد ان احنا قدمنا بونبونيه، عملنا شو ورقي وشو معنوي وشو مسرحي، وربنا كرمنا. انا فرحان عشان زمايلي، فرحان لهذا العدد من اللي كان موجود من كل الزملاء. فكره جديده، مكان جديد، بنفتح مكان جديد، اعتقد دي حاجه مهمه. انت مين؟ انا هو مدير المسرح الكوميدي ده. برا مين؟ الحبايب، القرايب، المعجبين اللي ضحكوا الدنيا كلها. انت عايز ايه يا عم؟ انت مش فاهم حاجة. عايز ايه؟ انت اللي عايز مني ايه؟ يا عم كان كويس معايا، اتكلم كويس. اتكلم معايا. كده هطلعك بقى يا بتاع شغل. تعالى من هنا يلا. بالنسبه للحضور كلها اجواء عرس زي ما قالوا، الحمد لله. قول لنا ايه شعورك وانت واقف على المسرح والناس كلها تسقيف؟ انا كنت حاسس زي ما انت بتقول كده، انا بفرح. انا برضو بكرر الجمله، انا ما بحبش افشل وما بعرفش كلمه فشل، وبحب التحدي جدا. ولما انا مسكت المسرح الكوميدي قالوا لي لسه وصعب وكده، قلت لهم انا طالما هو صعب انا حبيته، انا بحب الحاجه تبقى صعبه. والحمد لله ربنا مكنني وذللت عراقيل وذللت عقبات كتيره جدا، وربنا كرمني كرم غير عادي. ولسه ان شاء الله ده يعني اول الغيث وقطره، لسه اللي جاي احسن كتير. طبعا بعد نجاح دورك في قيد عائلي، قول لنا ردود افعال الجمهور وردود فعلك انت شخصيا. مش ملاحق لان انا بروفات بقالي كام يوم، بس ردود الافعال خضتني طبعا. ويعني بصي، انا في كلمه اتقالت انا سعيد بيها من جمهور، ودي احلى كلمه ممكن تتقال ممثل. يعني هما بيشوفوا ايهاب بيبقوا متوقعين ان الدور ده صعب وان الدور ده جديد، وكما عودنا يعني كما عودتنا للجديد في كل عام. اعتقد ده كرم ربنا عليا وشرف كبير جدا ان الانسان يبقى عنده وليه علاقه مع جمهوره انه دايما متجدد ودايما بيعمل حاجه جديده، ده شرف كبير جدا. اخيرا وجه كلمه للراحل الكبير الفنان محمود الجندي. استاذ محمود الجندي هو رحمه الله عليه كان استاذا لنا، وكان انا قلت كلمه حتى عندي على الفيسبوك، قلت ملخص حياته، ملخص محمود الجندي كلمه رجل. بس هو راجل وفنان وكان صاحبنا كلنا، واعتقد ان احنا اجيالنا كلنا اتعلمت منه وليها افضال كتير عليها جدا. ربنا يرحمه ويسكنه واسع جناته وفسيح جناته. الف مبروك وان شاء الله من نجاح لنجاح دايما ومتالق على طول. شكرا. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم في المسرح الكوميدي، فرقة المسرح الكوميدي، بيت الضحك، مسرحكم، أصل الحكاية، أصل الضحك، ضحكة مصر.